شيخنا الحبيب على مشارف عشر ذي الحجة، يتساءل الإنسان كثيرا دكتور ماذا يمكن له أن يصنع من عبادات؟ هل من جدول مقترح؟ هل من عبادات معينة مقترحة؟ لابد من حقيقة دقيقة جدا متعلقة بهذا الدرس الطيب. تفضل دكتور. أول حقيقة، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون نسبا وسكنا وحاجة، هي حقيقة بالعمل الصالح في هذه الأيام. والشيء الثاني، أفضل المعروف إغاثة الملهوف. والشيء الثالث، ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبل الخواطر. هي ثلاث حقائق متعلقة بهذا الدرس. لكن نحن بهالموسم هذا نصلي قيام الليل كل يوم، ولو قبل الفجر، نقرأ القرآن كل يوم، نضبط الشاشة ضبط دقيق جدا، الشاشة أكبر خطر على إيمان الإنسان. إذا ضبط الشاشة، قيام الليل، قراءة القرآن، غض البصر. الله يفتح لكم شيخنا. لطالما يتبادر على ذهن الإنسان في هذه الأيام، أيام العشر مثلا، أن يصوم وأن يكثر من القرآن والذكر، وتفضلتم أن لها أجور. الصيام أكمل، صيام أكمل. نعم، أن لها أكمل شيء صيام عشرة أيام. نعم. أما هو مقبول كحد أدنى صيام يوم عرفة، أول يوم، يعني يوم عرفة التاسع، هذا يوم عرفة كأنه واجب صار. نعم. أما هو الأكمل صيام عشرة أيام، صعب. نعم. على الناس صيام عرفه، هذا حد أدنى. نعم. الأقصى أيام من هذه. جميل. إذن الحد الأدنى تنصح فضلكم وخميس وعرفه مثلا. نعم. أو العشرة أيام وعرفه. جميل. أو عرفه فقط، يعني هي الصيام حسب وضع الإنسان. جميل. هل هنالك فضل لعبادة على أخرى؟ يعني هل يمكن مثلا أن نقول أن الصلاة أجرها يفوق القرآن، أو أن الصيام أجره يفوق الذكر والدعاء، أم لا يوجد هذا التفضيل في الدين بين العبادات دكتور؟ والله كل عبادة لها وظيفة. نعم. يعني أنت عفوا، إذا في عندك 5 أمتار مكعبة رمل بتحتاج إلى شاحنة، إذا عندك 10 ركاب بدك باص، أيهما أفضل؟ ما في أيهما أفضل، كل موقف له عبادة خاصة. نعم. وإذا حياة متشعبة، أنت بحاجة إلى علاقة مع الله، إذا إلى الصلاة، بحاجة إلى علاقة مع من حولك، بدك فهم اجتماعي، علاقتك مع الآخرين بالصدق والأمانة والتلطف والتراحم، فكل جانب له عبادة خاصة وعبادات متنوعة. عندنا عبادات شعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة. عندنا عبادات تعاملية، أخطر شيء بحياة الإنسان اختيار زوجته وحرفته، لأنهما لاصقتان به طوال حياته، فبطولة الإنسان أن يختار زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، تحفظه إذا غاب عنها، تطيعه إن أمرها، يختار حرفة في عطاء للناس، في ملهى له دخل فلكي، وفي حرفة دخل أقل بس فيها نفع للناس. مع هذه الحرفة الشريفة لك مع الله خط ساخن، أما الحرفة المنحرفة تنقطع عن الله عز وجل. نعم. يعني أذكر أنه في ملهى في الشام، ملهى ضخم جدا، عند صاحب هذا الملهى بنتان، البنت لا تأكل من مال أبيها، تعمل معلمة في قرية وتأكل من مالها، تؤمن أنه مال أبوها حرام، فالبطولة يكون مال حلال، البطولة أن تكون وفق منهج الله، إن كنت وفق منهج الله أنت في حفظ الله، في رعاية الله، في توفيق الله، في سعادة لا توصف. لو كشف الغطاء، هذا الذي يطيع الله عز وجل أسعد إنسان. اللذة غير السعادة أخي الكريم. اللذة حسية تحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى صحة. الله يفتح عليكم يا دكتور. ولحكمة بالغة. في البدايات ما في مال، في صحة وفي وقت. في الوسط ما في وقت، في مال وفي صحة. بالنهاية في مال وفي وقت ما في صحة. نعم. هي الدنيا. نعم.
لا تصفو لإنسان، ما سمح الله لها أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، سمح لها أن تمده بلذة آنية منقطعة، أما السعادة أن تنعقد لك مع الله صلة. الله يفتح إن عليكم. الله أصل الجمال والكمال والنوال. اتصلت بالرحيم، أنت رحيم، بالحكيم عندك حكمة، بالعدل عندك إنصاف. يعني أيام يكون أب عنده بنتين مثلا، إحدى البنتين زوجها غني جدا والبنت الثانية زوجها فقير جدا لكنه مستقيم، يحتفل بالغني. وقع الأب خطأ كبير، نعم. أما حينما يعدل بينهما يحس بسعادة ما توصف. جميل. بل إذا كرم المستقيمة المحجبة الصادقة الأمينة المصلية الصائمة، وعامل الأخرى بمعاملة لا يبعدها عنه نعم. لكن لا يميزها على الفقيرة، يكون بطل. طيب شيخنا الحبيب، في العبادات الشاعرية بين العبد وبين ربه فيها أحكام شرعية ومراتب، الفرض والواجب والسنة وما شابه. الآن نعم الفرض هو فرض أمر الله سبحانه وتعالى به كل مسلم ذكر أو أنثى مكلف شرعا أن يقوم به، كالصلوات الخمس، كصيام شهر رمضان، الحج لمن استطاع إليه. الآن نعم هذه فريضة على الجميع دكتور. الآن نتحدث عن الشق الآخر، عن النوافل، عن السنن، عن الأعمال الصالحة كالقرآن، كصيام النفل، كقيام الليل وما شابه. هل كل الناس يستطيع القيام بكل هذه العبادات دكتور، ولا يفتح على البعض في أبواب ما ويغلق في عليه في عندنا حد أبواب ما؟ أدنى وحد أقصى، عندنا حد أدنى وحد أقصى. ممكن نوضحه دكتور ما هو؟ من صلى الفرائض أدى الذي عليه، لكن من صلى السنن. يعني أحيانا، مرة أنا ذكرت كنت في سفر، وجدت أنه صاحب المركبة يشغلها قبل أن تمشي، نعم. هي بيسموها تحماية المحرك. فكأن السنة القبلية هيأت نفسك للصلاة، سبحان الله. هيأت نفسك لها. ولفت نظري شيء آخر، عدت من سفر وأنا أنتظر من يأخذني من النهاية، بقي المحرك يعمل. كمان بعد ما يقف المحرك فجأة في مشكلة بالمحرك. ففي عندنا سنة قبلية وسنة بعدية. من أجل صحتي الفريضة، في تأهيل وفي خروج بهدوء من العبادة. طيب الحكم الإلهية دقيقة جدا. فالإنسان إذا أتم الصلوات بفرائضها وسننها ومحسناتها بيكون أدى العبادة الكاملة. نعم. أما في أحوال صعبة، بسفر معين، إقلاع طائرة اضطرب، قد تكتفي بالفريضة لسبب طارئ بس مو دائم. نعم. نعم. طيب شيخنا الحبيب، أحيانا بعض الناس يفتح عليه مثلا في الصلاة، سبحان الله، يصلي العشاء ويقيم ما فتح الله عليه من الليل، يصلي صلاة الضحى، والبعض الآخر بالكاد يصلي الفريضة، لكن هذا الذي بالكاد يصلي دكتور قد يكون فتح عليه بكثرة الذكر والتسبيح والاستغفار، وصاحب القيام ليس من أهل الذكر والاستغفار. هل يمكن أن نفسرها بأن الله يفتح بعد الفرائض في السنن والنوافل على الناس في عبادات ما؟ يعني فلان أصبح من أهل أنا القيام. حاعطيك جواب من صحابي جميل، تفضل. ابن عباس كان معتكفا في رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يرى إنسان كئيب، قال له: ما لي أراك كئيبا؟ قال: والله الديون ركبتني ما أطيق سدادها. قال له: لمن؟ قال له: لفلان. قال له: أتحب أن أكلمه لك؟ قال له: إذا شئت. فقام ابن عباس من معتكفه، معتكف أمام قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوة وفي رمضان، قال له واحد أنا أسميه فضولي: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكن سمعت صاحب هذا القبر ودمعت عيناه رسول الله يقول: والله لأن أمشي مع أخ في حاجته أفضل لي من اعتكاف شهر وصيامه في هذا المسجد. في عنده أولويات، في عبادة وفي معاملة، في عبادة وفي إكرام إنسان مضطرب، في عبادة وفي عمل صالح، في عبادة وفي نشر دعوة. لا بد من فهم الأولويات في حياتنا. العبادة عبادة، في واحد يحتاج إلى نصحك، يحتاج إلى إلقاء درس،
في جامع، يحتاج هذا الابن إلى زيارة في بيته، في عنده خلاف مع زوجته على وشك الطلاق، فلا بد من إدراك الأولويات في الحياة. فالبطولة لا بأداء العبادات فقط، بل بأداء العبادات مع الأولويات. نعم من جميل. هنا إصلاح ذات البين أكبر عبادة. هي خلاف بين زوجين في عنده 5 أولاد، ما لي فاضي أحكم بيناتهم، لا، هي أهم من أي عبادة نفل، نعم أفضل من أي عبادة نفل نعم أن تصلح بين 2. نعم، طيب شيخنا هنالك، يعني لا بد من سلم الأولويات. جميل جميل جميل، هنالك شيخنا نصوص كثيرة تتحدث عن فضائل العبادات، سرور تدخله على مسلم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كل حرف من القرآن ب10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أعني على نفسك بكثرة السجود. يحتار الإنسان أيها أفضل حينما يقرأ هذه النصوص، كيف يفترض أن نفسرها؟ ذق كل العبادات، ذق نعم. كل طيب العبادات، تسمح لي شيخنا أنت نتوسع تشعر. نتوسع تفضل بهذه النقطة تفضل. مع فضيلتكم لأهميتها، لكن بعد الفاصل نتحدث كيف يمكن للمسلم أن يفهم هذه النصوص التي تتحدث عن فضائل العبادات على تنوعها. فاصل قصير مع فضيلة العلامة المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. شيخنا أهلا بفضيلتكم من جديد، بارك الله بكم ونفع بكم. قبل الفاصل كان نقاش شيخنا الحبيب أن هنالك نصوص شرعية كثيرة تتحدث عن فضائل العبادات، أعني على نفسك بكثرة السجود لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته بالجنة، فتحث الإنسان على الصلاة، من علم عن فضل الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما ورد في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى. يحتار الإنسان أي عبادة يحاول أن يكثر ويغتنم الوقت بها، كيف نوازن بين هذه الفضائل دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهم نقطة في هذا اللقاء الطيب، أفضل الأعمال أدومها وإن قل. أفضل الأعمال أدومها وإن قل، هذا العمل الدائم بيعمل حالة اسمها التراكم. أما إنسان جت ومضى استغلها وتابع حياته غير منضبطة فقد كل شيء. لابد من استمرار. الاستمرار صفة أساسية للعبادة، صلواته مستمرة. قد يتألق في الصلاة والصلاة الثانية غير متألق، بس هو أدى الصلاة، بقي له خط ساخن مع الله. ما دام أنت في طاعة لك مع الله خط ساخن، هذا نعم. مستمر. نعم. من هذا الخط تستمد الهدى، التوفيق، الحفظ. كل ثمار العبادات تأخذها إذا استمرت العبادات. نعم. استمرار في تألق وفي فتور، بس ما في معصية. الإنسان بين التألق والفتور. جميل. أما غير المؤمن بين الطاعة والمعصية، لما عصى قطع عن الله عز وجل وفقد الثقة في رضاء الله عنه. فلا بد من الاستمرار. أفضل الأعمال أدومها وإن قل. الله يفتح هذا عليكم يا بيحقق دكتور. التراكم. جميل. من دون تراكم ما في عبادة. نعم. إذن أنت تشير شيخنا بأن كل عبادة لها أثر نفسي على الإنسان، القرآن، الدعاء، الذكر، وأن أبدا حافظ أبدا على هذه أبدا العبادة قطف هذه الثمار النفسية. ونوع العبادات نوعها ما في مانعين. نعم. قراءة قرآن يوميا، قيام ليل ركعتين ممكن قبل نعم الفجر، ركعتين قيام الليل. نعم. إذا كان ثلث الليل الأخير، دقق الكلام، نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. يعني أعظم وقت الله عز وجل ينتظرنا لحل مشكلاتنا إذا كان ثلث الليل الأخير، يعني قبل الفجر بنصف ساعة، نزل ربكم إلى السماء الدنيا، الحديث صحيح، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. ما قول خالق الأكوان، رب العالمين، رب الأرض والسماء، بيده كل شيء، بيتك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، الأقوياء بيده، الطغاة بيده،
فإذا كنت مع الله كان الله معك. يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. الله يفتح لك. إذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ أن ينال منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا الله معك يخدمك عدوك دون أن يشعر، الله يفتح لك. وإن لم يكن معك تطاول عليك أقرب الناس إليك. شيخنا، بداية ننوه إلى مستمعين الراغبين بطرح استفساراتهم في هذا الموضوع عن العبادات، مرحبا باتصالاتكم على 0-6516-4020 من خارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 00-9626 ومن ثم 516-4020. شيخنا الحبيب، على أبواب عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من أيام عشر ذي الحجة. ما الذي يمكن للإنسان أن يختلف في حياته حتى يغتنم هذا الزمان المبارك؟ الحقيقة أنه في عبادة مستمرة، في صلوات خمس، في غض بصر، في ضبط شاشة، في صلة رحم، هي عبادات مستمرة على مدى العام. لكن رمضان شهر استثنائي، في ترك الطعام والشراب. نعم. ترك الحلال، الحلال تركته، يعني هذا إكرام لله عز وجل. أنت بالبيت بأيام شهر آب والحر لا يحتمل، وما في أحد معك إطلاقا، وما تقدر تضع بفرق قطرة ماء. هي عبادة تؤكد لك حبك لله، تؤكد لك إيمانك بوجوده. أنت بالبيت وفي أمام البيت بناء، والبناء في شرفة، وخرجت امرأة متهلكة في ثيابها، هل تستطيع أن تملأ عينك من محاسنها كمؤمن؟ ما بتقدر، بتغض بصرك. من يراك إلا الله. هي عبادات تعاملية تؤكد إيمانك بالله عز وجل. قال لي أخ: سافرت إلى المغرب بمؤتمر، يعني دخل للفندق خمس نجوم، سمع ضجيج بساحة الفندق، راقصة ترقص، فأغلق الستار. من يراه وحده؟ الله. الطاعة لله عز وجل تعطيك ثقة أن الله بيحبك، ونعم بالله. وإذا أحبك الله ملكت الدنيا والآخرة. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا بغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب الحجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ومن نسمت ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل. نقطة دقيقة جدا، أنت إذا وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيء. الله يفتح عليكم. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. الله يفتح عليكم. وإذا كان استطعت أن تحصل على صلة بالله ولم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسر مني، أنا أتحدى أن يكون وضع خلاف ذلك. طيب شيخنا، سنأخذ مجموعة من مشاركات مستمعين الهاتفية، ثم نعود مع فضيلتكم إلى جدول مقترح قد تقترح على الإخوة والأخوات. يمكن في أيام عشر ذي الحجة أن يزيد الإنسان من أعماله الصالحة، سواء بالتعامل أو بالعبادات الشعائرية. معنا مجموعة من مشاركات مستمعين على هواتف الإذاعة، برجاء أن تقتصر مشاركات على موضوع الحلقة عن أفضل العبادات على 0-6516-4020 0-6516-5020. داود، مرحبا بك. ومرحبا بك وبالدكتور والمستمعين والإذاعة سيدي. الله يكرمك، تفضل. إن شاء الله أعرف أسأل السؤال سيدي، بس يعني في حديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم: امرأة مهنتها غير شكل، سقط قلب دخلت الجنة، وامرأة عابدة صوامة قوى آذت أو حشرت بسة وما طعمتها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار. إحنا يعني كانوا كفار قريش يعني يحترموا الأشهر الحرم ووقفوا القتال فيها. إحنا بنقاطع أختنا، بنقاطع إخواننا، الحالات الاجتماعية اللي عندنا، والدكتور الله يجزيه خير مركز على الشهاب. إحنا تعاملنا مع بعض على أتفه الأسباب نقطع بعض، والله سبحانه وتعالى سمى قطيعة الرحم بالفساد.
يعني ما بعرف ليش اذا دعي الله سبحانه وتعالى لوحده لا نعبده، واذا دعي معه شيء ثاني بنعبده، مش مشكله، لا بنعطي حقوق، لا بنعطي حقوق ولا واجبات ولا بنحترم بعض ولا في حوار. طيب، ما بعرف وضح ليش. وضحت الفكره اخي داود، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا. دكتورنا الحبيب، يعني تعليق فضيلتكم على ما سمعتم من اخونا داود. اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، يصلي والكعبة صورتها بأحلى مكان، وفي معه مسبحة، معه عطر، هي كلها لا تقدم ولا تؤخر، ضبط الشاشة، ضبط اللسان، ضبط الدخل، ضبط الإنفاق، تربية الأولاد، هي أشياء تلقى بها عند الله، هذا ابنك من له غيرك. إذا ما صلى كتب وظيفته، بس كتب وظيفته، صلى العشاء، إذا ما تميت بدينه تميت بمستقبله، ما أعنته على أنه يستقيم على أمر الله، ما وجهته، ما نصحته، ما قعدت معه. يعني شو بيقول لك؟ طلعت من البيت قبل في استيقظوا ورجعت بعد ما ناموا، أنت ما عدت أب. إذا لا بد من جلسة مع أولادك ولو باليومين مرة، تسألوا عن أحواله وعن عقله. شو حكى الأستاذ؟ لعل جاء أستاذ ملحد، أحياناً يكون ملحد، أعطاه معلومات كلها غلط، فأنت أب. لذلك أنا كنت مرة بأمريكا وتكان كلينتون، حكيت كلمة يمكن عايدة شيء ألف مرة، لو بلغت أعلى منصب في الأرض رئيس أمريكا وجمعت أكبر ثروة فيها وارتقيت إلى أعلى مرتبة ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، ابنك استمرارك. نعم. اللي بيهمل أولاده أهمل نفسه، شقي بشقائهم، مستحيل أن تسعد وهم أشقياء. ما يفتح لكم. فلذلك يجب أن تؤتي كل شيء حقه، الزوجة لها حق والأم لها حق والابن له حق والبنت لها حق. يعني بيكون في ظلم شديد، يعني في حكيت قبل قليل زوجة غني كبير وله وجاهة كبيرة يعتنى بها عناية فائقة، والأخرى زوجة صاحب دين كثير لكن مرتبته أقل، تهمل بموتوة من القهر. بس يكون في عدل، في إنصاف، في رحمة، تسعد وتسعد. العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أهليكم، العدل بين البنات، بين الأولاد، بين الأقرباء. يعني إله أخت لا يهتم لها إطلاقا، بعيدة طرف المدينة الآخر وزوجة فقير، الأخت الغنية كل يوم عندها محترمة مبجلة، هذا ظلم ما بعد ظلم. فلذلك لما يكون في ظلم في حجاب عن الله عز وجل، مثل ما في حجاب في خطأ، في خطأ وفي طغيان وفي أكل مال حرام صار وفي إطلاق بصر، شاشة مضبوطة، صلة رحم محققة، رحمة، بر الوالدين، الزواج نسي أمه نهائيا، ما بده يحصل، عبء علي أصبح. الله يفتح عليكم يا دكتور. في عنا أخطاء لا تعد ولا تحصى الأخطاء. طيب. لذلك لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، فإذا كنا ملياري مسلم ليست كلمتنا هي العليا. هي حقيقة مرة أنا أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. سنستأذن فضلتكم شيخنا من جديد إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الموضوع، فابقوا بنا. شيخنا الحبيب، على مشارف عشر ذي الحجة يتساءل الإنسان كثيرا، دكتور ماذا يمكن له أن يصنع من عبادات؟ هل من جدول مقترح؟ هل من عبادات معينة مقترحة؟ لابد من حقيقة دقيقة جدا متعلقة بهذا الدرس الطيب. تفضل دكتور. أول حقيقة، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون نسبا وسكنا وحاجة، هي حقيقة بالعمل الصالح في هذه الأيام. والشيء الثاني، أفضل المعروف إغاثة الملهوف. والشيء الثالث، ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبل الخواطر. هي ثلاث حقائق متعلقة بهذا الدرس. لكن نحن بهالموسم هذا نصلي قيام الليل كل يوم، ولو قبل الفجر، نقرأ القرآن كل يوم،
نضبط الشاشة ضبط دقيق جدا. الشاشة أكبر خطر على إيمان الإنسان. إذا ضبط الشاشة، قيام الليل، قراءة القرآن، غض البصر. الله يفتح لكم شيخنا. لطالما يتبادر على ذهن الإنسان في هذه الأيام، أيام العشر مثلا، أن يصوم وأن يكثر من القرآن والذكر، وتفضلتم أن هو لها أجور. الصيام أكمل، صيام أكمل، نعم، أن هو لها، أكمل شيء صيام 10 أيام. نعم، أما هو مقبول، مقبول كحد أدنى صيام يوم أول عرفة، يوم، يعني يوم عرفة، يوم عرفة التاسع، هذا يوم عرفة كأنه واجب صار. نعم. أما هو الأكمل صيام 10 أيام، صعب على الناس. صيام عرفة هذا حد أدنى، نعم، الأقصى أيام من هذه جميل. إذن العشر، الحد الأدنى تنصح اثنين فضيلتكم، وخميس وعرفة مثلا، نعم، أو 10 أيام وعرفة، أو جميل عرفة فقط، يعني هي الصيام حسب وضع الإنسان. جميل جميل، الله يفتح عليكم سيدنا. يتبادر للذهن الإنسان هذه العبادات، اعتاد أن يسمع عنها دكتور، لكن ذكرتم قبل قليل عبادات لا نسمع عنها كثيرا أنها يمكن أن تكون يعني لها أجور مضاعفة بعشر ذي الحجة، كصلة الرحم، كجبر خاطر إنسان. هل يمكن دكتور أن أتقرب إلى الله في عشر ذي الحجة بهذه؟ ما في عبادي أقرب لله من صلة الأرحام. له أخت من لها غيره نعم، بطرف المدينة، أكبر عبادة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هاي العبادة، يا الله، ذات بينكم، العلاقة البينية. له أخت، يعني الأخت اللي زوجها غني كل يوم عندها، الأخت الفقيرة بنساها بالشهر مرة. نعم، أنا بتمنى العدل بمعاملة الأخوات المتزوجات، العدل مع الأولاد. ابن آخذ نصف ثروة والده والثاني ما في شيء، قد يكون أول أذكى منه، ما له علاقة بالذكاء، له علاقة في عدل. فاتقوا الله وأحسنوا ذات بينكم، ذات البين، علاقات بينية. الله سيدي يفتح هذا عليكم. الإسلام عظيم، يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أما أقرب شيء لك زوجتك أو والديك وزوجتك وأولادك. يعني شيخنا في عشر ذي الحجة الإنسان يقول أنا اليوم مثلا نويت الصيام، أنا اليوم سأختم القرآن، أنا اليوم، ويمكن يقول أنا اليوم سأصل الرحم، أنا اليوم سأغيث ملهوف، أنا اليوم سأجبر بخاطر إنسان يغلب مسكين. على ظني أنه صلة الأرحام أقوى بكثير. سبحان الله، نعم، إنسان مكسور بحاجة إلى، عفوا، بيكون زوجها موظف بسيط وأخوها وضعه المادي جيد جدا، بنساها بالسنة مرة، طل عليها من حين لآخر. والله قلي مرة واحد، زرت بنتي، مالي منتبه لها، عفوا أخته، ساكنة بأبو تحت، في رطوبة، ولاده مع التهاب مفاصل، أخذ له بيت طابق ثالث، يلي شعرت بسعادة ما توصف. سبحان الله، بس يصير، عفوا، احنا لا، في عنا عبادات عظيمة جدا مسخت إلى زيارة بالعيد فقط، تتمنى ما تلاقيها، تحط لها كرد. الله أما يفتح البطولة عليكم. أن تصلها، تتفقد أولادها بحاجة إلى معاونة، تتفقد زوجها بحاجة إلى دعم، تتفقد صحتها بحاجة إلى تحليل غالي. هي البطولة سيدي، الله يفتح هو عليكم. أساسا عمل، علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والدليل الإنسان لما شر في الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. الله يفتح عليكم يا علة دكتور، وجودك شكرا في لكم الدنيا دكتور. العمل الصالح.